بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة والمسرات. أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة المميزة، انطلاقة الشوط السادس الخاصة بفئة القعدان اللقاية ومسافة 4 كيلومترات. هذه المسافة الخاصة بهذا السنسن اللقاية ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن العربية الأصيلة على أرضية ميدان محافظة الطائف. نسير مباشرة إلى المقدمة الأولى والانطلاق الأول، كما نذكر بأن الجوائز للعشرة المراكز الأولى من المركز الأول وحتى المركز العاشر. المركز الأول يتواجد شاهين، أول الباحثين عن الفوز والانتصار، فهيد بن محمد بن بتلة المري من يقدم لنا شاهين على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول. المركز الثاني أيضا الوصول هنا من شعار بن زومان بدأ يتقدم الآن يصل هنا ونتابع ثاني التحديات. شعار بن طحنون القادم مع خزع الفيصل بن طحنون الهاجري على المركز الثاني. المركز الثالث الذيب للسيد بندر بن محمد بن زومان الهاجري على ثالث التحديات. بينما المركز الرابع نتابع هنالك على المركز الرابع بمتابعة المخرج أسامة الهواري أبو طلعت بطلعاته الحلوة. المركز الرابع الوصول والانطلاق من عجيب ماجد بن مصلط بن شعيفان السبيعي. والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام الانطلاق من قبل عز الجيش محمد بن مطارد الصمصام يصل بدوره إلى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى التي أعلنت عن حضورها وعن تواجدها المميز في مسار هذا الشوط وفي هذا المهرجان الكبير. الكل يبحث عن تسجيل نقطة ذهبية مميزة تسجل في التاريخ في مهرجان عريق على مستوى الوطن العربي الكبير. المقدمة والصدارة والانطلاق الأول شاهين سيد مبارك بن سالم بن مبارك المري. المركز الثاني التقدم من الذيب بن زومان يأتي مع انطلاقة الذيب بندر بن محمد بن زومان الهاجري. ثنائي مميز، ثنائي مبكر على مقدمة الشوط. المركز الثالث الوصول هنا على ثالث التحديات من قبل عجيب ماجد بن مصرط بن شعيفان السبيع يصل على المركز الثالث بقيادة المضمر عبد الله بن طويرش. ألوهي بمن يتابع هذا الانطلاق المميز. المركز الرابع المركز الرابع الوصول من قبل عز الجيش فارس بن عبد الله بن محمد الشهري. والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع هنالك وسام محمد بن حمود بن مطلق البلوي يتقدم مالك انجاز على مستوى المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز المميزة وهنالك ايضا القدوم من شعارك يا بن بعيران. من يتقدم الان مع هذا الانطلاق الجميل والمميز وصول عازير سيد سعيد بن محسن بن راشد المري. اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذه الاسماء. اعود بحضراتكم الى المقدمة الاولى، الى الانطلاق الاول والى التغيرات التي طرت وجرت على المركز الاول. بن مصلط ياتي هنا على الصدارة الاولى، عجيب للسيد ماجد بن مصلط بن شيفان السباعي من يتواجد على المركز الاول على المقدمة الاولى بقيادة المضمر عبد الله بن طويرش. الوهيبي من يتابع انطلاقة عجيب، عجيب على المركز الاول يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني وصل هنالك شاهين مبارك بن سالم بن مبارك من يتقدم الان على المركز الثاني. أي
أيضا الوصول على ثالث التحديات والانطلاقات. مشاهدينا متابعينا الكرام، عز الجيش فارس بن عبد الله بن محمد الشهري يصل على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتقدم شعار محمد بن حمود بن مطلق البلوي يصل على المركز الرابع في هذه اللحظات، يبحث عن تسجيل نقطة ثانية مميزة في هذا المهرجان الكبير. ولكن الصدارة الله يا بن طويرش، بن طويرش هنا على المقدمة، عجيب لسيد ماجد بن مصرط بن شعيفان السباعي على المركز الأول بدون أي أوامر. والعصافي الأبطان يأتي بهذا الانطلاق المميز والجميل، ولكن دير بالك الوصول هنا والتحديات القادمة من عز الجيش فارس بن عبد الله بن محمد الشهري. ولكن بن طويرش كما فعلها في الرمز، والعصافي الأبطان يأتي هنا بشعار السباعي بدون أي أوامر تذكر أو شبه أوامر. سلام يا بن طويرش، سلام عجيب لسيد ماجد بن مصرط بن شعيفان السباعي المركز الثاني. وصل عز الجيش فارس بن عبد الله بن محمد الشهري المركز الثالث، وصل شعار محمد بن حمود بن مطلق البلوي والمركز الرابع. نتابع هنا لحظات الإعادة وفيها الإفادة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالتوقيت الزمني. تهانينا والنوماس لمالكي عجيب ماجد بن مصرط بن شعيفان السباعي، وأيضا التهاني موصولة للمبدع لعبد الله بن طويرش الوهيبي بدون أي توامر، احتراف في هذا المهرجان الكبير. التوقيت 5:37. تابع إعادة التوقيت الزمني، لحظات وصول عجيب إلى خط النهاية مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ماجد بن مصرط بن شعيفان السبيعي قطع مسافة 4 كيلومترات كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. التوقيت الزمني وصول على المركز الثاني، وصل على ثالث تحديات عز الجيش فارس بن عبد الله بن محمد الشهري. المركز الثالث وسام محمد بن حمود بن مطلق البلوي يصل على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام كما نعود بالتوقيت الزمني لصاحب المركز الاول 6:11:46 شعار ماجد بن مصطفى شعيفان السبيعي. توقيت المركز الثاني 6:15:82 فارس بن عبد الله بن محمد الشهري. المركز الثالث 6:18:99 هو توقيت وسام محمد بن حمود البلوي. المركز الرابع 6:19:99 عبد الله بن محمد بن فهيد المري. المركز الخامس وصل شعار طالب بن سعود الفهادي 6:22:12. تهانينا والنوماس لجميع الفائزين، وحظا اوفر لمن لم يحالفه الحظ.